انت بتعترض على كلام عائشة ولا بتعترض على كلام امير في عائشة؟ لا انا اعترض على كلام امير بعائشة، لان امير ما يمثل الشيعة. طيب قولوا لنا يا جماعة، امير عيل صغير حمار وغلط وخلاص، يعني كل كده لو دخل عليا مثلا 20 النهاردة قالوا لي ان حمير عيل صغير وغلط، خلاص هنبدل الحلقات. نعم نعم شيخنا، أمير القريشي حمار ابن 60 حمار، يعني ما يمثلنا. امير قريش حمار؟ ايه قال حمار؟ ايه حمار ابن 60 حمار. خلاص، انت كده ابرأت ذمتك، شكرا ليك. نشكر. ماشي، الو اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي. اتفضل. ممكن اتداخل مع الشيخ؟ اتفضل، معاك وليد اللي بيكلمك، اتفضل. أخي بدون زحمة، ممكن أسباب طرد هذا القريشي من توبنا من هاي قناة فدك، ممكن توضح لنا أسباب طرده وتفضحه؟ والله انت حضرتك شيعي، انت ادرى بيها، قول لنا اسباب الطرد ايه، وانا بكلمك عن رايك فيه. اكيد رايي انه اني رايي اني الرجل هذا ضال مضل، الله يعلم موقعه بالنار وين. الله المستعان، شكرا ليك يا استاذ حيدر. اشكرك حبيبي حبيبي حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي. فنفس الكلام اللي اتكلموا على ام المؤمنين عائشه، بسبب روايه ام المؤمنين عائشه موجود افظع منه لحميده اللي هي زوجة الامام جعفر عندكم، فهل سيتكلم في حميده كما تكلم في عائشه ام لا؟ طيب الراجل ده بيهدم لكم الدين كده من خلال الاطروحات الهبله اللي بيعملها. انا اصلا متبرأ من عندي. انت بتتبرأ منه؟ نعم متبرأ من عندي. طب والله كويس، ادينا ثلاثه شيعه تبرأوا من حمير، شكرا ليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك شيعي ولا سني؟ شيخ علي اسماعيل شيعي. طب اتفضل. ازيك؟ نحن معلم وليد السيد امير، ما بيوس امير ليس سيد، حتى حيوان لا يمثل الشيعه ولا نقبل منه اي كلمه، واكثر الشيعه لا يقبلون، ولا هو يمثل الشيعه ولا هو موجود في العراق لحتى يمثل الشيعه يعني. تفضل. بس عندي رساله للسنه، الشيخ حمير القريشي لا يمثلنا وبس. والله متشكرين منك. ويعني ايه القنوات اللي عندكم دول بيتكلموا علماء؟ يعني القنوات اللي فاتحينها دي بيتكلم علماء؟ امير القريشي ترى تحدث عن امير القريشي، امير القريشي يمثل نفسه ويمثل كم واحد من الهمج اللي يتبعوه. امير القريشي لا يمثل نفسه، بيمثل الهمج الذين يتبعوه. طب شكرا لك. السلام عليكم. وانا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل يا اخي. دمرت الشيعة، دمرتنا يا اخي. بس قل لي ليش، شنو فرق من الشيعة؟ اريد ارتاح والله. يا انا فان عدتم عدنا.